السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة، والبداية من وكالة فرانس بريس التي نشرت تقريرا عن منظمة العفو الدولية حول إحجام أوروبا عن استقبال اللاجئين السوريين. جاء فيه: اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الأوروبية بتحصين نفسها حيال اللاجئين السوريين الذين لن تستقبل منهم إلا أعدادا قليلة جدا. واعتبر الأمين العام للمنظمة سليل شطي في بيان له أن الاتحاد الأوروبي فشلا ذريعا في القيام بدوره لاستقبال اللاجئين الذين فقدوا كل شيء ما عدا حياتهم، وأن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الدول الأوروبية قليل جدا. وأضاف: بشكل عام يجب أن يحني القادة الأوروبيون رؤوسهم خجلا. وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان إن أعضاء الاتحاد الأوروبي اقترحوا فتح أبوابهم لحوالي 12 ألف لاجئ سوري من بين الأكثر فقرا الذين فروا من سوريا، أي فقط 5% من أصل 2.3 مليون شخص فروا من بلادهم. وقالت المنظمة ومقرها لندن أن ألمانيا تعهدت باستقبال 10,000 لاجئ، أي 80% من تعهدات الاتحاد الأوروبي، في حين عرضت فرنسا استقبال 500 لاجئ، أي 2 من كل 10,000 من عدد الأشخاص الذين فروا من سوريا، مشيرة إلى أن 18 دولة في الاتحاد الأوروبي من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا لم تعرض استقبال أي لاجئ. وأوضحت المنظمة أنه مع اقتراب الشتاء فإن شروط الحياة لحوالي 2.2 مليون لاجئ مقيمين في الدول المجاورة لسوريا تتدهور سريعا، ومع عرض استقبال 12 ألف شخص فقط من قبل الدول الأوروبية حتى نهاية العام 2014. يحاول بعض اللاجئين السفر على نفقتهم الخاصة خصوصا عن طريق البحر، بالإضافة إلى عرض استقبال 12 ألف شخص من قبل الدول الأوروبية تمكن حوالي 55 ألف لاجئ سوري من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وبدأوا إجراءات طلب اللجوء حسب المنظمة. كتب فيصل قاسم مقالا في صحيفة القدس العربي تحت عنوان أيها السوريون تعلموا من العراق، قال فيه: يقول الأديب والمفكر البريطاني الشهير إلدوس هيكسلي صاحب الرواية المعروفة عالم جديد شجاع: إن الدرس الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أيها السوريون نظاما ومعارضة وشعبا، هل تلقون نظرة سريعة على وضع جاركم العراقي المزري الذي وصل إلى ما وصل إليه من انهيار لأن فريقا اعتقد أنه انتصر على الآخر؟ لا يظنن أحد في سوريا أنه قادر على الانتصار على الآخر، لأن وضع سوريا مشابه لوضع العراق من حيث تركيبته المذهبية والعرقية والقبائلية. من السذاجة أن يعتقد النظام أنه قادر على الانتصار على معارضيه، ومن السذاجة أن يعتقد المعارضون أنهم قادرون على الانتصار على أتباع النظام، لأن ذلك سيدفع الفريق المهزوم أياً كان تحت الأرض ليتحول إلى حركة تخريبية تدميرية إرهابية تزلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين المزعومين. لا أحد يطلب منكم طبعاً أن تستوعبوا القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم فاشية بحق السوريين، فهؤلاء جدرون بأقصى أنواع المحاكمات، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار إشراك كل فئات الشعب السوري في بناء دولة جديدة لكل أبنائها، وليست حكرا على طائفة أو مذهب على حساب الآخر. باختصار يختم القاسم: إذا لم يخرج كل السوريين من المحنة الحالية منتصرين على مبدأ كيسنجر الشهير، فليبشروا بأن تطول محنتهم نظاما ومعارضة وشعبا لعقود وأجيال. هذا طبعا إذا بقيت هناك دولة اسمها سوريا.
كتب سلام السعدي مقالا في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان من يعيد مسار الثورة السورية، قال فيه: تشجع الوضعية المزرية التي تقبع فيها الثورة السورية على ممارسة النقد. أما النقد من داخل الثورة فيهتم بتحليل تطورها عبر أكثر من 1000 يوم وممكنات المضي بمسار مختلف كلياً أو جزئياً، فيما يهجس النقد من خارج الثورة بالهجوم عليها وتحقير منتسبيها ومن آمن بحلم التغيير، مع كثير من الرجاء للعودة إلى ما قبل. من الجيد جداً أن توازن أي ثورة بين هدم النظام وبناء نظام جديد، وهو ما أتيح إلى حد ما للثورة التونسية والمصرية، إذ أنه ولقصر البرحلة الأولى فيهما والخاصة بهدم النظام، تمكن التونسيون والمصريون من الشروع في بناء نظام جديد دون انقطاع مع المرحلة الأولى، فيما شهدت الحالة السورية قفزات كبيرة وتحولات نوعية في مرحلة هدم النظام، جعلتها مرحلة قائمة بذاتها مستقلة ومنفصلة عن مرحلة بناء نظام جديد. صبت المرحلة الأولى، مرحلة الهدم، جحيمها على السوريين، لتبدو المعركة في أذهانهم كمعركة بقاء، وعليه لم يكن من المتوقع أن تعادي جموع السوريين من يتقدم صفوف العمل المسلح ومن يقدم مساهمة في دحر النظام، حتى لو كانت الكتائب الإسلامية وتنظيم القاعدة من يفعل ذلك. اليوم ربما يجعل تعدد الكتائب العسكرية وانتعاش الكتائب السلفية من النظام البديل محل اختلاف بين السوريين، لكن البديل المدني الديمقراطي كان واضحاً منذ اندلاع الثورة، بل حتى قبل اندلاعها، من خلال بيانات أصدرها المثقفون السوريون وتعرضوا على إثرها للاعتقال والتنكيل. وختم الكاتب بالقول: لا يعود صمود النظام وتعذر إسقاطه إلى غياب البديل لدى السوريين، فالبديل النظري كان حاضراً على الدوام، فيما تكفل النظام وحلفاؤه بقوة العنف والشحن الطائفي في تحطيم البديل العملي المؤسساتي له، واضعين الثورة السورية في مأزق منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وكان عليها أن تختار بين أن تندلع على هذا النحو وتدخل في هذا المأزق التاريخي المعد لها، أو ألا تندلع على الإطلاق. وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب باسم الجسر مقالا تحت عنوان أمة تتمزق، قال فيه: تراجعت أخبار الدول العربية من عناوين كبيرة في وسائل الإعلام الغربية إلى زوايا صغيرة في الصفحات الداخلية بعد اتفاق إيران مع الدول الكبرى، ولم يبق منها سوى عنوانين: اتفاق جنيف النووي ومؤتمر جنيف القادم حول سوريا. ولا عجب في ذلك، فقد مل العالم من الشرق الأوسط وأزماته وحروبه وتقاتل أبنائه المستمر على السلطة. ولكي نسمي الأشياء بأسمائها، نحن أمام حرب باردة متجددة بين واشنطن وموسكو في المنطقة، كشفت عنها الحرب الأهلية في سوريا، وهي معطوفة على حروب باردة ودافئة إقليمية امتدت شراراتها إلى لبنان والأردن والعراق واليمن، وراحت تتحول إلى شبه حرب مذهبية بين السنة والشيعة وفارسية عربية وعرقية وقبلية وإقليمية انفصالية. ولا يقتصر الأمر في فداحته على تصنيف هذه الحروب نوعاً وحجماً، لأن هناك ما هو أفدح وأخطر، ونعني العناوين، المحركات الثلاثة التي باتت توجه الحكومة والشعوب العربية والإسلامية، أي: أولاً، تأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة في التوجيه السياسي للجماهير من داخل وخارج الحدود. ثانياً، نزول الجماهير إلى الشوارع والميادين لتقرير مصيرها ومصير الحكام بالهتافات والعنف. ثالثاً، تسييس الدين بحيث أضحى نقيضاً للديمقراطية هنا وسلماً للتسلق إلى الحكم. وخلاصة ذلك كله الضياع.
ضياع دور مصر الرائد في العالم العربي، وضياع قلب العروبة النابض سابقاً أي سوريا، وشبه ضياع قلعة العروبة شرقاً أي العراق، ودخول ليبيا واليمن وتونس في نفق مظلم لا تعرف نهايته. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا للأمم المتحدة عن واقع تعليم الأطفال السوريين، جاء فيه: أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 3 ملايين طفل سوري لم يتمكنوا من تلقي التعليم منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، مشيرة إلى أن 4000 مدرسة في سوريا لم تعد قادرة على توفير الخدمات التعليمية، إما لتعرضها لخسائر جراء الاشتباكات أو بسبب استخدامها لإيواء النازحين. وأفادت ماريك سمير كادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن حوالي 3 ملايين طفل في سن التعليم من 5 وحتى 17 اضطروا للتخلي عن تحصيلهم العلمي منذ اندلاع الأزمة عام 2011 بسبب الدمار الذي حل بالمدارس أو منعهم من قبل ذويهم للذهاب إلى المدارس بسبب خوفهم عليهم أو مغادرة ذويهم البلاد. وأوضح تقرير أعدته اليونيسف بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من منظمات المجتمع المدني أن نسبة الطلاب الذين يستطيعون تلقي التعليم في المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة قد انخفضت إلى 6%. وذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس في الدول التي تستضيف لاجئين سوريين قد تجاوز 500,000 طفل. وبالانتقال إلى وكالة أنباء جهان في خبر لها نقلا عن نائب رئيس الوزراء التركي حول مخيمات اللاجئين السوريين، كتبت: أكد نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطلاي أن المخيمات المخصصة لإقامة اللاجئين السوريين في تركيا مجهزة بالكامل من أجل توفير حياة كريمة للمقيمين بها خلال فصل الشتاء. وذكر أطلاي في تصريح أدلى به حول هذا الخصوص يوم الجمعة أنه لا توجد أدنى مشكلة على الإطلاق في مخيمات اللاجئين السوريين تتعلق بأجهزة التدفئة أو غيرها من احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أنهم يحصلون على كافة الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية على أكمل وجه. وأوضح أطلاي أنهم يقدمون الدعم اللازم للاجئين السوريين المقيمين على أراضيهم، مضيفا أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في الداخل السوري صعب للغاية ويتطلب جهدا كبيرا. ولفت أطلاي إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً مؤثراً في نقل المساعدات العاجلة من تركيا إلى سوريا بشكل يومي، ملمحاً إلى أنهم سيعقدون خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع ممثلي هذه المنظمات من أجل التشاور حول كيفية التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية. مشاهدينا الكرام، كتب ربيع الشام مقالا في جريدة حبر تحت عنوان: الاقتصاد الإيراني يقترب من الانهيار فصبرا إن نصر الله قريب. قال فيه: هل تعلم أن الاقتصاد الإيراني أوضعه أسوأ من الاقتصاد السوري؟ لأن إيران في حالة حرب حقيقية مع المسلمين في سوريا، فلم تعد الحرب الدائرة في أرض الشام معركة شعب مع نظام، لكنها تحولت إلى حرب عالمية بين المسلمين المرابطين في أرض الشام من جهة، وبين الشيعة والروافض وأعوانهم من إيران وباكستان ولبنان واليمن والعراق وغيرهم. لذلك من الطبيعي أن نجد اقتصاد إيران ينهار فعليا. ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر قلاون أن يكون الدعم الإيراني للنظام السوري وتكلفة هذا الدعم أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الاقتصادي الذي شهدته إيران مؤخراً. وأضاف: إن العقوبات الاقتصادية ليست جديدة على إيران بل هي مستمرة منذ سنوات، والاقتصاد الإيراني
لم يشهد مثل هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها الآن، وهو ما يعزز من فرضية أن تكلفة الحرب في سوريا لعبت دورا في الانهيار الاقتصادي الأخير. ونقلت مصادر إعلامية عن العاهل الأردني قبل أشهر أن تدهور الوضع الإيراني سيدفع إلى تقليص حجم المساعدات لبشار الأسد ونظامه، ما سيعزز فرص الثوار السوريين لحسم معركتهم، خصوصا أن إيران هي الداعم الوحيد لبشار الأسد بعد الانكفاء التدريجي لموسكو وبكين واقتصار دورهما على ممارسة حق النقض في مجلس الأمن وبيع السلاح إلى الأسد على أن يتم دفع ثمنه نقدا من قبل النظام الإيراني. ويضيف إن موسكو وبكين لا تحبذان حلا سريعا للأزمة السورية، نظرا لأن استفادتهما من بيع دمشق الأسلحة لا تزال مجدية، لكن بانتفاء الدعم الإيراني للعجز عن دفع ثمن السلاح نقدا فإن موسكو سوف تنأى بنفسها تباعا عن نظام الأسد. ونذكر أن علامة اقتراب النصر هي اليأس، إذ يقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لنصبر قليلا ولا نستعجل، فإن نصر الله لا يأتي كما يتوقع البشر، لكن كما يدبر رب البشر، فصبرا. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.